كمان علشان نضمن حياة سليمة صحيا، كشف مبكر للحالة الصحية للزوجين، وكمان الأمراض الوراثية المختلفة واللي هتشملها مبادرة 100 مليون صحة 100 يوم صحة، هتقدم خدمة صحية للكشف للمقبلين على الزواج. قبل ما نكتب الكتاب قالوا لنا لازم نعمل الشهادة الصحية عشان نطمن ان محدش فينا عنده أمراض وراثية ولا عيالنا يتولدوا عندهم أمراض. كنت خايفة بس الحمد لله اطمنوا. وزارة الصحة بتقدم مبادرات كتير، وفرنا خلالهم أكتر من 142 مليون خدمة صحية لأكتر من 92 مليون مواطن، منها مبادرة فحص المقبلين على الزواج. وعشان نقدم خدمات أكتر بدأنا حملة 100 يوم صحة، مصريين كتير استفادوا منها، والدور عليك أنت كمان، انزل اكشف واطمن. وزارة الصحة معاك من أول يوم. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.